السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبائي ومشاهدين قناة الصحة والجمال. أهلا بكم في برنامجنا أحلامنا جميلة. النهاردة تاني يوم ليا معاكم بعد غياب طويل، وطبعا أنا سعيدة جدا جدا بلقائي معاكم بعد المدة الطويلة دي. وطبعا إحنا الفترة اللي فاتت كنا بنشرح مع بعض معنى الرمز في الحلم إيه. الرمز ده يعني الحاجة اللي احنا بنشوفها في المنام، زي لون حاجة معينة، أكل حاجة معينة، لبس الشعر، مثلا المية، الهواء، كل حاجة في الحلم أو في الرؤية ليها رمز وليها تفسير. احنا هناخدكم إن شاء الله من عالم الخيال وعالم الأحلام، ننزل بيكم على أرض الواقع ونفسر ونعيد ونزيد ونقول كمان. وأي اتصالات وأي مكالمات أنا معاكم إن شاء الله النهاردة بأمر الله أفسر لكم اللي أنتوا مش قادرين توصلوا له أو مش قادرين تفهموه، وأنا معاكم ونرجع نفسر معنى رموز في الأحلام. المرة اللي فاتت كنا بنقول معنى الأكل إيه. الأكل ده حاجة حلوة جدا ولذيذة، طول ما هو قلنا إن هو حاجة كده سهلة وحاجة بسيطة وحاجة لونها جميل وطعمها لذيذ وإنتوا مستطعمينه. طول ما الأكل أنت بتاكل في المنام حاجة حلوة، اعرف إن ده ممكن يكون عمل خير، ممكن يكون قول خير، ممكن يكون فعل خير، يعني ليه كذا تفسير حلو قوي قوي. لكن إذا كانت الحاجة اللي أنت بتاكلها والعياذ بالله والعياذ بالله حاجة كده لونها مش ظريف، حاجة لونها غامق، لونها مايل للسواد أو مايل للحاجات الإصفرار، ده في كلام تاني، ربنا يكفينا ويكفيكم شر المستخبي. معنا اتصال محمد. أهلا وسهلا. لو سمحت بس عايز أعرف يعني حلم البطيخ بس في المنام، يعني اتكرر كذا مرة وعايز أعرف يعني. كنت بتاكله ولا بتعمل ايه يا محمد؟ طلعت من الارض وباكله. انت كان كبير وصغير وكان طعمه كويس. ما شاء الله، انت مزارع يا محمد او عندك حاجه زي كده؟ لا لا. طيب انت بتشتغل ايه يا محمد؟ انا شغال سباك. تمام. هو هفسر لك. حاضر ماشي يا محمد، هفسر لك. شكرا يا محمد. هو دلوقتي يا جماعه لا هو مزارع ولا ليه دعوه بالزراعه ولا ليه دعوه بالبطيخ زي ما بيقولوا، بس هو البطيخ او اي حاجه جميله كده مثلا خضره طالعه من الارض، وطبعا هو بيقول بيقطع وبياكل ومستطعم الطعم والطعم جميل، يبقى ان شاء الله هو عمل او حاجه ان شاء الله هيكتسبها او هيقوم بشيء، يعني بحاجه عنده في عيلته او في ارضه او في المحيط بتاع اسرته هو هيجتهد فيها ويطلع الخفي من بطن الارض، وده اللي هو البطيخ اللي هو طلعه ده خير هيطلع له ان شاء الله، يظهر له بامر الله وهيستفيد منه. طالما جاب سكينه وقطع وكل يبقى فيه افاده ان شاء الله من الشيء ده، ودي حاجه لذيذه قوي وحاجه جميله ان شاء الله. هي فيها شويه مشقه صغيره لكن في الاخر هو هيستطعمها وهتبقى حاجه طيبه بامر الله عليه وعلى اسرته بامر الله. ده رمز من رموز اللي هو قالها معانا محمد من شويه. دلوقتي اللي بياكل اي حاجه لذيذه كده وطعمه اعرف ان ده كلام حلو، عمل حلو، نقدر نقول شغل كويس، وهيثمر من وراه بعض من مثلا نقول الدنانير، الجنيهات، الذهب، ايا كان بقى اللي ايه اللي ربنا كاتبه له. معانا ام عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيبه يا دكتوره. وانت طيبه هدى. وانت طيبه يا ام عبد الله. رمضان كريم. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت بخير والاسره بخير يا رب. اتفضلي مع حضرتك. لو سمحتي يا دكتوره هدى، عندي حلمين بعد اذنك. اتفضلي. بس لو تفسيرهم مش كويس بعد اذن حضرتك ما تفسريهوش. طيب انت هتقولي لي الحلم وهتقولي لي كنت حاسه بايه وانت قايمه من المنام، ماشي كده؟ عندي حلم حلمته من حوالي 4 شهور. تمام. عندنا بيت في البلد قديم ومقفول من زمان. تمام. احنا عايشين في مصر. بيتنا ده في البلد قافلينه من زمان. ماشي ماشي يا ام عبد الله معاكي. فجبت اللهم اجعله خير يا رب. ابويا ربنا يديه الصحه يا رب. يا رب. شفته واقف قدام البيت وسلم عليا وقال لي كل سنه وانت طيبه يا منى. والتاني 10 جنيه 5 تين. 10 جنيه 5 تين. وقال لي كل سنه وانت طيبه يا منى، انا اسمي زينب في شهاده الميلاد ومنى،
ليكي اسمين. حلو حلو يا منى. اه اسمي زينب الحقيقي ومنى. تمام. قال لي كل سنه وانت طيبه يا منى، والتاني 10 جنيه 5 سنين. حلو جميل. وبعدين فانا بقول له يابا انا هعمل الغدا وتعالى اتغدى معانا، وهخلي بنتي الله يرحمها ام ابويا هخليها تيجي تتغدى معانا. تمام. قال لي خلاص يا منى ماشي، شوفي جدتك وروحي انا هاجي. طلعت دخلت بيتنا القديم ده. تمام. فطلعت على السلم لقيت جدتي الله يرحمها مثل اليها قاعده على في نص السلم قاعده ومنيله دماغها كده زي ما تكون نايمه. وبقول لها يا جدتي، راحت مفتحه عينيها وخلصت المنام على كده بس ما كلمتنيش. اه انتوا ناويين تبيعوا البيت ده؟ ناويين تبيعوا البيت ده؟ لا ده احنا بالعكس احنا كنا عايزين نهد ونبنيه. بس في مشاكل على البيت ده؟ لا ما فيش مشاكل ولا اي حاجه. لا في حاجه ما كملتش. هو يعني مش ما فيش مشاكل، هو البيت ملك ابويا وابويا كان عايز يهد. ايوه بس في حاجه كنتوا ناويين نأجل الموضوع علشان الظروف بس. لا في حاجه كنتوا ناويين تعملوها وما كملتش، وقفت صح كده؟ كنا عايزين نهد البيت ونبنيه بس ما حصلش نصيب. ايوه يعني ايوه هي يعني. ماشي خلاص انا هكمل لك التفسير. حاضر من عيني شكرا. بص يا ستي، هو انت طلع لك حاجه من البيت ده او في حاجه نصيب ليكي انت خدتيه قبل كده وكان السبب فيه والدك الله يرحمه، انت دلوقتي مطالبه بايه لما شفتي ابوكي وشفتي جدتك ان انت عماله كمان بتصحي فيها، انت مطالبه تعملي صدقه ليهم هما الاثنين. لو موضوع الهدد وانك انت تبني كمل يبقى لازم تعملي على روحهم حاجه، تعملي صدقه. والحلم مش وحش على فكره، ولا في اي ازعاج ولا في اي مشكله. يعني انت بتهيألك ان في حاجه غلط، لا هو ما فيهوش حاجه غلط وما فيهوش حاجه وحشه ان شاء الله. هو انت الموضوع اللي كان في دماغك الهدد ممكن يكمل الفتره اللي جايه وممكن يتم، بس هو بيقول لك كل سنه وانت طيبه يا فلانه. الكلمه في حد ذاتها ده يعني بشاره خير مش حاجه وحشه. يبقى انت ان شاء الله بامر الفتره اللي جايه اللي نفسك فيه بامر الله ممكن يحصل. شوفي بقى انت نفسكوا تهدوه، نفسكوا تبنوه، نفسكوا تعملوا فيه ايه، ان شاء الله بامر الله هيحصل وبامر الله. انت بس محتاجه تعملي في حاجه كده واقفه لك شويه، دي عايزه صدقه منك عشان الموضوع يمشي. والصدقه دي تكون على روح ابوكي وروح جدتك ان شاء الله، والله اعلم. بس هي كانت قلقانه طبعا من الرؤيه زي ما احنا سامعين كده وشايفين، وهي ان شاء الله ما فيش اي حاجه بامر الله. رؤيه جميله وما فيهاش اي حاجه، بس هي بس تجتهد في الدعاء وتجتهد ان هي تعمل صدقه لابوها ولجدتها، لان الحاجه دي طبعا هي هم اللي سابوها لها، بمعنى اصح هم كانوا السبب فيها. تعالوا بقى نكمل بقيه الرموز، نشوف ايه كمان نقدر نقول في الاكل. يعني مثلا اكل الرز مستوي حاجه جميله جدا وحاجه ظريفه وخير ورزق، لكن الني مش حلو. معانا ابو مريم. السلام عليكم. السلام. اهلا وسهلا. انا حلمت ان انا عايز من واحد كيس اسود. لا وضح صوتك شويه ابو مريم، وضح صوتك شويه. حلمت ان انا كنت عايز شنطه كده. لا الصوت مش واضح عندي على فكره ابو مريم، اقف في حته فيها شبكه. لا ماشي. الو. ايوه. حلمت ان انا كنت عايز شنطه بلاستيك. شنطه ايه؟ صراح يا جماعه معلش، بعتذر لك يا ابو مريم، حاول تاني ويا ريت تقف في حته فيها شبكه عشان كده انا مش سامعه حلو خالص، الشبكه عندك بايظه. دلوقتي قلنا الرز في المنام اكله مستوي حاجه لذيذه وجميله وغنى وفرح، لكن اكله ني والعياذ بالله في مشاكل. كمان الاكل بالنسبه مثلا نقدر نقول الخضار بكل انواعه حلو سواء ني او مستوي، بس طبعا يفضل الاكل معمول مثلا في مرقه وفي لحمه وربنا يرزقنا ويرزقكم ان شاء الله كده الطيبات من عنده من اوسع ابوابه ان شاء الله من حيث لا نحتسب. طبعا كل ما الحاجه اكتملت وبقت مائده كامله كل ما كان الرزق اعلى واقوى،
طبعا الاكل بكل انواعه نعمه من عند ربنا وحاجه جميله وكلها خير، بس هو نقدر نقول عليه يعد كلام. الكلام ده بقى فيه صعوبه، فيه سهوله، في مثلا مشروع، في حاجه رزق داخل لنا، في زي ما قلت لكم المره اللي فاتت كل المأكولات البحريه رزق كبير قوي 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 قوي، رزق بيبقى داخل على الانسان نقدر نقول كله فرح وسرور وكله سهوله. اللحوم نفس الكلام، بس اللحوم قلنا لو شفتوها نيه والعياذ بالله دي معناها مش حاجه مش ظريفه ولا حاجه حلوه، لان الني ده يعني حاجه فيها نكد والعياذ بالله داخل على الانسان. لكن نقدر نقول ان لو انت في طريقك لتسويه الشيء ده او لطهيه على النار، ده انت في طريقك لصلح او في طريقك انك انت هتبعد عن المشاكل او هتحل مشاكل والدنيا تبقى كويسه. معنا شيماء. ايمان. ايمان؟ ايوه. اهلا وسهلا. معلش. اهلا، كل سنه وانت طيبه. ايوه. اتفضلي يا ايمان، اتفضلي. معاكي. في رؤيا ابن شافه ونايم. نعم؟ في رؤيا ابن شافه. يقول لي ابني بقى ونايم امبارح تقول لي يا ماما انا حلمت ان انت اخت صينية على اكل. ورحت لفرقات، رحت المستشفى تفرقت وقال لي توفاها على عينين. لا بالراحه بالراحه يا ايمان وانت بتتكلمي بشويش. ابني. ابنك انا عارفه راح، بتقولي راح المستشفى. شاف ان انا اخته شايلين صينيه على اكل. شاف ان انا اخته شايلين صينيه على اكل. شافك انت واختك؟ انا اخته. فين بقى؟ انا واخته شايلين صينيه على اكل ورايحين نفرق اكل على عينين في المستشفى. تمام. في المستشفى على عينين. حلو. قلت أيوة. يا ماما ادي ده، يا ادي بتعمل ابا بنفرق على روح ابوك، ابوك متوفي، بنفرق على روح ابوك. على روح ابوه. ايوه بقول انا كده بقول ابوك ده عشان ابوه متوفي يعني. طيب ما هي الرؤيه مفسره نفسها يا ايمان. الرؤيه مفسره نفسها، انت مطلوب منك تعملي حاجه، احنا في ايام مفترجه وايام فيها افطار صايم، والمستشفى دي مش معناها المستشفى، معناها الناس التعبانه اللي مش لاقيه تاكل، او الناس المنهكه، او الناس اللي الكورونا قعدتها في بيتها. انت اعملي حاجه ظريفه كده ولطيفه ان شاء الله يا رب، سندوتشات. خدتي بالك؟ وطلعيهم على صينيه كده زي ما ابنك ما شاف، ابنك كده شكله روحه شفافه كده وقريب من ربنا كده وحلو، وطلعيها على روح ابوه او روح امواتك كلهم، على روح اي حد بصي من عيلتك كلها، ربنا يتقبل. دي مش حاجه وحشه على فكره، دي حاجه جميله جدا، وربنا كده بيقول لك يعني، شوفي بعتها لك رساله عن طريق ابنك، بيقول لك هاتي اللي عندك من خير وطلعيه لاهل الله اللي تقدري عليه، مش شرط يعني تعملي حاجه كبيره وتذبحي وتعملي، لا انت اللي تقدري عليه، اللي ربنا يقويكي عليه تروحي تعمليه. زي ما شفتي كده هي رؤيه مفسره نفسها ومش محتاجه رموز، انت اللي شفتيه هو اللي هتعمليه ان شاء الله. والمستشفى دي معناها الناس الغلابه اللي هم تعبانين، وربنا يأجرك ويأجرنا ان شاء الله كده ويديكم ويدينا الخير من عنده. هي عموما يا جماعه اي رؤيه ربنا بيبعت لنا فيها انذار، سواء من ابننا، من اخواتنا، من اي حد حوالينا، دي حاجه يعني هو كده بيقول لها اعملي كذا، فدي حاجه حلوه. يمكن الولد عشان عنده شفافيه عاليه فهو شاف اللي ممكن الكبير اللي ما شافوش. احيانا البني ادم كل ما بيبقى عنده حته الشفافيه والروح العاليه والنقاء والطهاره بتبقى جميله. ابو مريم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه انا بقول لك، انا في الانترنت كنت عايز شنطه بلاستيك من واحد ما جابهاش، فكنت رايح اصلي الجمعه فضلت ماشي ادور على الجامع فلقيت الجامع. تمام. فروحت لقيت الشيخ قاعد بيقرا وفي ناس عماله بتمسح جزم. ده هو الرؤيه. الكيس ده كان فيه ايه يا ابو مري؟ كيس البلاستيك. انا الكيس قعدت استناه يجيبه ما جابوش. كان هو انت كنت مستني فيه حاجه معينه في الرؤيه؟ لا كنت عايز اجيب حاجه فما جابوش، رحت بقى اصلي الجمعه فدخلت الجامع لقيت الشيخ بيقرا وناس تمسحوا لمقطع جدام. تمام. وانا قاعد ايه انتهى الحلم على كده. في رؤيه ثانيه. تمام اتفضل. حلمت ان انا قاعد ففي كلبين، كلب اسود وكلب ابيض.
لما جه عايزين يهوى ويعوضني. فضلت قاعد شويه لقيت واحد منهادي جاي وراكب السيكل ومعروفه الصينيه. وانتهى الحلم التاني على كده. يعني هم انت كنت كل ما بتقف هم عايزين ايه يعملوا معاك ايه؟ كل لما يقدروا عايزين يعبوني اقعد يبعد شويه. تمام. ففي الباب كان منور كانت نفسي اروح عند الباب ده فقعدت احاول هم يجوا علي فجنب الباب ده واحد اسمه الهادي ومعاه برطانيه بس كان راكب على موتوسيكل. اسمه ايه؟ الهادي. اسم جميل. ومسك البطانيه وراح طرد البطانيه بعد ما نزل من عندي. اداك البطانيه. اداك البطانيه صح؟ مسك بطانيه. اداها لك؟ لا انا فضلت واقف معاه وقفت على رجليا بعدها وفضلت واقف جنبه البطانيه. انت عندك في مشكله فيها فلوس والله اعلم. انا كنت يعني الظروف ما هي البطانيه دي هي الفلوس اللي انت عمال بتدور عليها. انت دلوقتي في حيره من امرك، انت في اجتماعات ومناوشات ومناقشات. انا اقفل يا وانا هكمل لك ان شاء الله التفسير. انت ان شاء الله عندك كده مشكله بس هتلاقي ان شاء الله اللي يطلع ويحلها لك، لان انت لما قعدت تدور على الكيس اللي انت بتدور عليه اللي انت ما كنتش عارف فيه ايه، هي دي النقطه. الحاجه اللي جوه الكيس هي الفلوس اللي عندك فيها مشكله. انت دلوقتي ربنا ان شاء الله هيجمع لك حاجتك، وجودك او انك انت لقيت الجامع ولقيت الشيخ بيقرا ولقيت الناس قاعده مش عارفه بتعمل ايه. انت ده كده ان شاء الله ربنا هيدلك وهيرد عليك ضلتك ان شاء الله في الحاجه اللي انت محتار فيها او الحاجه اللي انت متازم فيها او الحاجه اللي انت عايزها بامر الله. وربنا ان شاء الله كده هيهديك وهيرشدك لحل صواب فيه خير ومنفعة بأمر الله ليك وللي حواليك والله أعلم. ده بس كان باختصار كده الرؤية بتاعته، لأن هو شايف طبعا أن هو دايما إيه مستني حاجة مش لاقيها، وبعدين فجأة لقى الجامع، والجامع ده بالنسبة له هو إيه ربنا هيجمع عليه الضلالة بتاعته. معنا إيمان. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سمحتي عندي حلمين. اتفضلي يا إيمان. حضرتك اول حلم حلمت ان انا في كربان لونه اخضر في اسود بيلف حواليا وعايز يعضني. تمام. ده ايه؟ فجي اقعد بيلف حواليا وعايز يعضني. ده تعبان؟ ناس كتير واقفه. تعبان؟ ايوه. اخضر. أيوة. في اسود. ايوه. تمام. والدتي كانت واقفه، والدتي متوفيه. تمام. فوالدتي كانت واقفه قالت لي الحقي في موقف بتاع مكان عالي كده بدور عليه بشوفه راح فين. بص لقيته ماسك في كعب رجلي الشمال وبيقبصني. فجوزي كان جاي لي، قلت له الحق. بعدين بيقول لي بقول له تعبان فين؟ فببص لقيت رجلي بتوجعني، فببص لقيت التعبان قرفني. جوزي اسمه محمد، فقلت له الحق يا محمد، الحق يا محمد. راح قطع راسه. قطع راسه. حلو كويس. انت الحلم كان اول امبارح. حلمت ان انا في كعب في اجازه دخلت في كعب رجلي برضه نفس الرجل. في كعب رجليكي. تمام. في نفس الرجل برضه. تمام. وعماله بدور على حد عشان يطلعني الاجازه دي من رجلي، وهي عماله توجعني جدا. هو نفس الرؤيه. هي يا ايمان. شكرا يا ايمان، هفسر لك. حاضر من عينيا. انت تقريبا الرؤيه واحده بس الازازه ده الاذى اللي صابك من التعبان اللي انت شفتيه. التعبان ده هو وعدو قريب منك ومن جوزك والله أعلم، عشان برضو أنا ما بفتيش، بس هو قريب منك ومن جوزك. ولونه الأخضر في أسود بيعني إن هو عنده شيء من العداء الشديد بيكنهولك أنتي وأنتي بالذات أكتر من جوزك. بس هو عنده برضو حتة غباء وزهرة، اللون الأسود ظاهر عنده، يعني عنده حتة إن هو بيبين لك إنه صالح وبيبين لك في نفس الوقت غباءه. هيلف هيحاول هو قرصك من وراكي. كعب رجلك دي عاقبة أمرك اللي هي الأمور بتاعتك. الأمور بتاعتك دي هو أذاكي في حاجة، بس أنت إن شاء الله بأمر الله هتنتصر عليه من خلال اللي هيسندوكي ومنهم جوزك بأمر الله، وإن شاء الله هتقضوا عليه خالص بأمر الله والموضوع هيتحل. ولو على العضة ربك يعافيكي، وإن شاء الله كده ربنا يسلمك من الشر كله.
الله اعلم. معانا اسراء؟ ايوه اتفضلي. لو سمحتي انا عمتي، سامعيني؟ ايوه اه اتفضلي. عمتي اسمها متقدمه، فانا ما اتكلمتش وقلت لها انا هفكر وهنام. نعم؟ عمتي اللي متقدمه. لا الصوت كده، الصوت بدا يقطع، الصوت بدا كده يقطع يا اسراء، الصوت قطع يا جماعه معلش، ارجعي كلمينا تاني يا اسراء، احنا بنعتذر. دلوقتي زي ما شفتوا التعبان في الرؤيه معناه عدو، وعدو بيبان شده خطورته من لونه، يعني لو اظهر لك اللون الاخضر هو بيظهر ان هو يعني انه صالح وتقي، ده في الظاهر، لكن هو في الباطن تعبان تعبان. لو ظهر لونه ابيض برضو بيبان على انه حد كده ناعم وبيور، لكن هو مش بيور ولا ناعم. لو ظهر على ان مثلا لونه اصفر اعرفي ان هو ايه، عدو، عنده غل، عنده مرض. لو ظهر ان هو لونه اسود ان هو عدو ظاهر وواضح وصريح، عدو بمعنى عدو. فالالوان في المنام يا جماعه برضو من ضمن الحاجات اللي هي بترمز لاشياء خفية زي ما قلت لكم ليها معنى. يعني التعبان هو تعبان، والعياذ بالله، والحية هي حية، بأعداء بمعنى الكلمة، أعداء يكنوا للي حواليهم سواء بقى بشر أو غيره، بيكنوا لهم الأعداء، لكن بيظهروا في صورة إيه؟ حسب اللون اللي بيظهر لك بيه، وبيطلع وبيتهيأ لك إنك أنت شايفه، لا ده أخضر، ده جميل، ده لون الزرع، ده أبيض، ده نقي وصافي وما فيهوش أي مشكلة. لا لا يا جماعة، هو التعبان تعبان والعياذ بالله، بس بيتلون باللون اللي عايز يظهر لك بيه. هو عايز يبان لك بيور، عايز يبان حاجة جميلة، عايز يبان حاجة، لكن هو في الأول وفي الآخر عدو. ربنا يكفينا ويكفيكوا شر أنفسنا وشر أعدائنا. معانا أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتورة هدى؟ ازيك حضرتك؟ أهلا وسهلا، رمضان كريم. الله أكرم. أنا اللي كلمت حضرتك من شوية وقلت لك على حلم البيت القديم. يا حبيبتي اتفضلي. أبويا عايش، ربنا يديه الصحة. ربنا يخليهولك، ربنا يخليهولك. أنا يبقى جدتك بقى. أبويا هي اللي متوفية. يبقى جدتك بقى، معلش ماشي حبيبتي، جل من لا يسهو، يبقى جدتك. صح كده؟ جدتك اللي متوفية. أيوه أنت قلتي لي إن جدتك متوفية. جدتي متوفية وأنا شفتها على قاعدة على السلم في البيت القديم. قاعدة على السلم وكأنها نايمة، قاعدة على السلم، والمنام خلص على كده. ما هي ما هو معناها إن الموضوع ما كملش يا أم عبد الله، الموضوع ما كملش. لكن إن شاء الله أنت لازم تتصدقي بقى، تتصدقي على روح جدتك. على روح جدتك الله يرحمها. الله يرحمها، ما قلناش حاجة. على فكرة إحنا يجوز علينا صدقة وإحنا أحياء يا أم عبد الله. والله أنا بقرأ في المصحف وبوز لها ثواب القراءة. ربنا يأجرك ويديكي خير يا رب ويجازيكي خير، وماله؟ احنا محتاجين، احنا محتاجين الحاجات دي واحنا احياء، ما بالك الاموات بقى. بس انت ان شاء الله الموضوع بتاعك ان شاء الله هيكمل قريب، يعني اللي نفسك كنت تعمليه ان شاء الله هتعمليه قريب، بس اجتهدي وطلعي صدقه زي ما بقول لك كده، وطلعي حاجه على روح جدتك وربنا هيكرمك ان شاء الله. شكرا. هي طبعا انا اختلط عليا امر ان باباها وجدتها، لكن يا جماعه برضو الاحياء بيجوز عليهم الصدقات ويجوز عليهم كل حاجه زيهم، زي انت لما تيجي تعملي مثلا صدقه على روح حد ممكن تعملي مع نفسك. على فكره هو ده اللي احنا هناخده، مش هناخد حاجه تانية معانا، ان احنا نتصدق واحنا لسه على وش الدنيا. ربنا يدينا ويديكم من خيرها ويكفينا شرها يا رب، اللهم امين. دلوقتي رموز كمان عندنا، كمان من ضمن رموز الشعر، الشعر في الرؤية، لو الشعر طويل وكثيف وناعم ولونه اسود جميل، ده معناه حلو قوي، خير ورزق، وممكن تكون ثروة، وممكن يكون رزق لزوجك، ممكن حد من عندك مثلا، رئيسك في العمل، رئيسك في اي مكان. واللون الاسود، الشعر الاسود للمرأة بيبقى معناها صلاح زوجها. معنا اسراء تاني. سلام. وعليكم السلام. ايوه اسراء معاك. ايوه لو سمحتي انا، انت سامعاني؟ ايوه اتفضلي. انا عمتي ايدي طلبت ايدي منها. عمتك ايه؟
طلبت ايدي لابنها. فانا حطيتها يا اسراء. انت من الواضح ان الشبكه عندك فيها مشكله جامده. ما هي الشبكه فيها مشكله عندها جامده يا جماعه. هي المفروض تتكلم من تليفون في حته تكون الشبكه فيها ثابته، عشان كده هي مش هتعرف توصل لنا. معلش يا اسراء، ان شاء الله خيرها في غيرها. انا زعلانه عشان اسراء بس يلا معلش. دلوقتي احنا قلنا الشعر برضو حاجه جميله في الرؤيه، وطول الشعر وكثافه الشعر ده رزق وثروه داخله على الشخص ده. وقلنا سواد الشعر ده صلاح زوج المراه، ان هو زوج صالح مش خاين، زوج غني. لكن ذهاب الشعر والعياذ بالله حاجه وحشه، معناها ذهاب المال او ذهاب راس المال، او ان زوجك اللي هو يعتبر رئيسك والعياذ بالله بيبقى شيء فيه افتقار ليه. والشعر الاصفر معناها خيانه الزوج، انك انت تشوفي الزوج عينيه زايغه. معانا ام مجدي. الو الو. ايوه يا ام مجدي. وعليكم السلام. ازيك؟ كنت طيبه حبيبتي. قلت لك انا والدتي توفيت ادي لها سنه، وانا حلمت ان هي واحده جميله جدا. حلمت استني كده، بتقولي ايه؟ حلمتي ان هي ايه؟ عندي 8 اشهر او 6 اشهر. مين اللي عنده 8 اشهر او 6 اشهر؟ معاها يعني؟ وبنلعب وفرحانين، بقول لها انت ولادك كسل طبيعي، وبقول لها ابويا بيشيلوا لا او اخواتي بيشيلوا لا، لقيتهم مبسوطين كلهم. نفسي اعرف يعني ايه. نفسك ايه؟ عايز اعرف التفاصيل يعني. يعني انت شفتي مامتك معاها طفل وانتوا بتلعبوا بيه وفرحانين بيه بس كده؟ تمام، مفيش مشكلة مفيش مشكلة. ده رؤية جميلة جدا يا ام مجدي. يعني حلوة؟ حلوة والله ما شاء الله. هي كده هي كده في منزلة حلوة جدا، وعايشة مبسوطة زي ما انت ما شفتيها، وعايشة سعيدة، واللي حواليها دول ممكن يكون يعني أطفال من الجنة. يعني هي في منزلة حلوة، مش حاجة وحشة. واللعب في المنام أو الجري والتنطيط والحجل والحاجات دي حاجة كويسة، مش حاجة سيئة، إلا إذا كانت معاها طبل أو خبط أو زمر والعياذ بالله، دي حاجة تانية، ده كلام تاني. لكن عموما اللعب والتنطيط وهي فرحانة وانتوا فرحانين ومبسوطين. انت أيما انت عايزة ايه تاني؟ يعني ربنا يا رب يجعلها في منزلة كده ان شاء الله كلها فرح وخير وسعادة يعني. فهي ان شاء الله منزلتها حلوة مش وحشة. معنا محمد. الو. ايوه اتفضل. ايوه لو سمحت، انا كنت عايز اسال بالنسبه للمدام عندي شافت اخوها اداها ثلاث ذكور بح. اداها ايه؟ طبعا لما اول ما اداها خفيت له مبلغ 45 جنيه. هي اخوها ما رضيش يعني بال 45، خفيت له 50 بعد كده. طب بس خليك معايا، اخوها ده عايش ولا ميت؟ لا عايش. واداها كام بتقول؟ ثلاث ذكور بح. ايه؟ الزح والوز الحاجات دي. كام يعني؟ كام؟ مش فاهم. ثلاث ذكور بح. ثلاث بحات. كتير يعني؟ ثلاث، لا ثلاثة بالعدد. تمام. ثلاث بحات، ثلاث وزات يعني. بس فهو ما فيش بالمبلغ ال 45، فحاول تديله 50 او 60، مبلغ 60 جنيه. بعد كده رضا ياخذ الفلوس هو عايش. دي بقى الله اعلم بقى يعني. بص يا محمد، هي ممكن تكون حاجه بينهم وبين بعض، هو البط والوز والبيض والكلام ده، طالما ما اكلتش حاجه نيه في المنام هو رزق قائم. يعني ايه رزق قائم؟ يعني حاجه بينهم وبين بعض، حسابات، باعت حاجه، بالذات لو عندكم في البلد جابت حاجه ربتها مش عارف، دي حسابات بينها وبين اخوها. يعني الحاجات دي طبعا توصل ليها العلماء الاجلاء ابن سيرين والنابلسي والناس اللي هم احنا ما نقدرش نوصل لمنزلتهم، لكن هي دي حسابات بينهم وبين بعض، انها تديله 60 50 وثلاث بيضات والكلام ده كله، ده في مشاركات او معاملات بينهم وبين بعض في تجاره ما، في ما استلف منها حاجه، خد اداها حاجه وهب لها حاجه، هي حاولت تردها له او تعوضها له، والعلم عند ربنا. فهي مش حاجه وحشه برضو، ما تقلقش، طالما الحاجه دي ما اتاكلتش نيه. البيض بالذات لما بيؤكل ني في المنام ده نكد، لكن حاجه كده ظاهره صريحه وواضحه قدامك
وخد وهات ده خير ما فيهوش حاجه ما فيهوش مشكله. والفلوس عموما عطيت الفلوس ده رد كلام كويس مقابل اللي هو عمله معاها، وهو ان شاء الله ما فيهوش اي حاجه حلوه ان شاء الله بامر الله. ربنا يجعله خير لينا وخير عليكم، ويجعل كل احلامكم حلوه كده زي برنامجنا احلامنا الجميله ونقدر نفسرها لكم. ويا جماعه والله كل احلامكم حلوه، واحنا في شهر جميل وشهر مفترج، وقلنا اللي يشوف حاجه حلوه يستبشر خير ويتصدق ان ربنا يكملها له على خير، وما يقولهاش لحد، بمعنى يقولها لحد امين، حد يكون بيحب له الخير، ما يقولش لحد حقود او حسود، وفي نفس الوقت يحتفظ بالحاجه دي بينه وبين احبائه، ولو شاف حاجه وحشه بيقوم يدفل على يساره ثلاث تفلات ويستعيذ بالله من الشيطان، يا رب ان كانت خير ليا اديها لي، لو فيها شر اصرفها عني وما يحكيهاش لحد مطلقا، ولا حلو ولا وحش، لان الرؤيه بتصعد بين السماء، تظل على جناح ملك، تصعد بين السماء والارض الى ان تقصف تقع. يعني الرؤيه تفضل طالعه ونازله من السماء للارض على جناح ملك، تطلع وتنزل تطلع وتنزل لغايه لما البني ادم يحكيها تبص تلاقي الجناح الملك يروح واخد الرؤية وحطتها في الأرض كده بتتفسر. فاحنا يا جماعة أرجوكم اللي يشوف حاجة وحشة مش غريبة زي اللي احنا سمعناه ده، كله حاجات حلوة وحاجات ما فيهاش أي مشكلة حتى لو فيها مشاكل. معنا إيمان. ألو. أيوة فضلي. في رؤية رؤية رؤية. ألو. أيوة إيمان معلش، لو عندك التلفزيون علي وطيه وحاولي توقفي في مكان فيه شبكة كده، خلاص شبكة راحت. طيب شكرا يا إيمان، معلش تتعود إن شاء الله. وطبعا زي ما احنا قلنا كل حاجة ليها رمز وكل حاجة ليها معنى وكل حاجة ليها تفسيرين، في تفسير ظاهر أو اللي هو بيقولوا عليه واضح وصريح اللي هو بتفسر الرؤية بتفسر نفسها، وتفسير خفي اللي هو ما يخفى وراء المعنى أو الرمز اللي انتوا بتشوفوه، وده بيتوقف عليه الحالة النفسية بتاعت كل إنسان، وسواء كان بيفكر في أمر، لو بيفكر في أمر كتير اعرف إن هو من كتر تفكيره عنده شيء من الأضغاص، أضغاص أحلام زي ما بيقولوا. لكن لو ما بيفكرش وجات له حاجة غريبة هو مش فاهمها أو مش عارف يعمل فيها إيه، طبعا هو بيتصل بينا وإحنا بنقدر إن شاء الله نفك له الرمز ده وبيبقى خير إن شاء الله، كله خير من عند ربنا وإحنا في أيام مفترجة الحمد لله. دلوقتي إحنا قلنا الرموز هي عبارة عن نقول مثلا الأكل ليه رموز، الشرب ليه رموز، اللبس ليه رموز، نقدر نقول المية نفسها لما بتشوفها في الرؤية معناها حلوة قوي، وخصوصا لما بتبقى مية باردة مية جميلة وفي نفس الوقت طعمها حلو بتشرب منها، أو مية مثلا حمام سباحة أو بحر صغير على قدك كده بتنزل تعوم فيه، كل ده معناه حلو. معنا إسراء تاني معلش. أيوة إسراء. يا رب كده تجمع. ألو معاك يا إسراء، يا رب تجمع يا رب يا إسراء. أنا بقولك أنا ابن عمتي قلته ضاعت إيدي. ابن عمتك إيه؟ ابن عمتي قلته ضاعت إيدي. طلب إيدك؟ أيوة. تمام. فأنا نمت وما حطيتش في دماغي. صليت استخارة يعني يا إسراء؟ وحلمت ان هو انا جديد وحلمت ان هو بيسالني وبيقول لي تعالى جيب لي حلويات. جاب لك ايه جديد؟ جاب لك ايه جديد؟ لا فستان جديد وبيقول لي تعالى جيب لك حلويات. تمام، لونه ايه بقى؟ ايه؟ فانا رحت معاها. فبعد كده بيحاول يلمسني وقمت انا قمت صاحي من النوم مغروده. صحيتي من النوم على ايه بقى بتقولي؟ وهو بيحاول بيحاول هو بيحاول وراكي انك انت توافقي يا اسراء صح؟ ماشي يا اسراء، كويس ان انا عرفت افهم منك كلمتين على بعض. دلوقتي هو بيغني لك الحلويات دي، عايز ياكل بعقلك حلاوه يا اسراء، خلي بالك. انا مش بقسيها عليك ولا حاجه، بس هو كده انت لازم تنظره في امره كويس وتشوفي فعلا هل مناسب ولا لا، لان هو من الواضح هو عايزك بشده وهيغني عليك كتير قوي، فانت لازم تستخيري حلو، لازم تتفقدي امره وتجربيه في كذا حاجه، لانك انت عشان تتجوزي وتستقري ويبقى عندك ولاد ربنا يكرمك ان شاء الله كده وتبقى زيجه صالحه، دي اهم حاجه. سيبيكي من ان الواحد بيفرح بالجواز لا،
اهم حاجه يبقى زوج صالح، يبقى حد تعتمدي عليه في عياكي في تعبك، تستندي عليه بجد، وهو نفس الكلام. فيعني خلي بالك منه وشوفي كده ايه، استخيري كويس. دلوقتي يا جماعه احنا زي ما قلنا الرموز كل حاجه ليها رمز وكل حاجه ليها علامه، واي حاجه تعدي عليكم في المنام من غير ما تعرفوا معناها ايه، يعني احنا معاكم هنتواصل ونقدر نفسرها لكم بامر الله، ويكون تفسير على قد ما نقدر يكون ان شاء الله حاجه جميله وحاجه فيها خير، لان بيقول لك اللي بيفسر حاجه بتقع على اول تفسير. بمعنى ان انا لما اجي مثلا حد يقول لي على حاجه رؤيه واقول له ده انت والعياذ بالله هتموت، لا انا ما ينفعش تفسير، ما ينفعش في الكلام ده، لازم يبقى الواحد لين، يكون هين، يكون رقيق في الفاظه، يكون واخد باله من كلامه. وفي نفس الوقت احنا بنقول كل حاجه ليها بشاره وانذار، وناخد بالنا ان كلها علامات من رب العزه والجلاله، وكلنا لازم ان شاء الله كده ايه نبتهل بالدعاء سواء كانت حلوه او كانت وحشه، ونقرب من ربنا، وان شاء الله يجعل لنا احلام سعيده علينا وعليكم، ويدينا الخير واحنا في شهر مفترج. ربنا يدينا ويديكم جميعا كل الخير، وتصبحوا على احلام جميله، والسلام عليكم ورحمه الله.